أول موجة بوزيتيف بعد البي أو كيو تسمى يبقى دي كيو طب اللي تحت بس اسمها ايه؟ ثالثة كيو آخر واحدة آر إس أول موجة بعد الكيو أو أول موجة بعد البي بوزيتيف بيسموها على طول ايه؟ طب أول موجة تجيلي نيجاتيف بعد البي تسمى كيو طب أول موجة نيجاتيف تجيلي بعد الآر تسمى إس طيب لا دي انا مش دلوقتي ايه بص دي ايوه لا انت قلت كده انا وقتها دي ايه دي ماين اسئله دي ورا السيشن ايه دي ورا السيشن سامع دي الريبولاريزيشن بتاع البنت تاني عندي يلا هات بص افتح راسك بنتك باندل اوف هيد برانش يمين وشمال السبطة اول حاجه بالبنتك من فين لفين ها الليفت للرايت شطار طيب ليه الليفت اكبر ليه الكهرباء بتاعتنا الهول بتاعتنا ناس بنت بقى الهول الهول ده والهول ده زي ايه زي مش معنى قلت الليفت مش الرايت اليمين الهول بتاعته الاكبر ليفت هو الاكبر هو الاسهل كم مره ثلاث مرات فشلت ناحيته ولا بعيد عنه كل الكهرباء اخر جزء في الهارت بيحصل له الديبولاريزيشن مين البوسترو بيزل ايه بوسترو بيزل اللي هو البيز بتاعت الهارت والبالمونري كورنس مين البالمونري كورنس منشا البالمونري كورنس طيب اللي بقى الصفحه يلا في 6 في 1 مش عايزك تبص وانت تشرب من على الصبور في 1 و2 و3 ها في 1 و2 و3 هنا نقعد بالبي لا هنرسم السيرفر في صوره والهول في صوره اس هل البيز بتتشال لا طب في 4 و5 و6 هرسم السيرفر في صوره يو والولد في صورة مين احسن واحد بيشوف البيز ست يبقى جسها بنت مين ست والرسمة دي هي اللي انا شرحت عليها هنا يبقى يا جماعة الرسمة دي الكمبليت اي سي جي او تيريكال اي سي جي بتشير على كام انا ريد في ست طيب تعالى بقى على الفنتريكولار ريجولاريزيشن شفتوا اللي هو رقم سي مالكش دعوة بالفنتريكولار ريجولاريزيشن ده خالص سي دي سيبها كلها طب رقم اتنين سيبها هات رقم تلاتة ما سبت اتنين ان بي النهارده ان بي تحت الجدول الاولاني وان بي بتاعت النهارده هي بتاعت الفنتريكل ريبولاريزيشن جنب حرف السي ورقم اتنين هات رقم تلاته سيبها برضه طيب الدايركشن الدايركشن اي سي جي ها فهم فقط بالعربي فهم اكتب بالعربي لو كانت الديبولاريزيشن في اتجاه الالكترود هرسم موجه بوزيتيف والعكس صحيح اكتبها بالعربي الدايركشن اي سي جي وين إذا كانت الكهرباء في اتجاه الإلكترود بوزيتيف هرسم إيه؟ هرسم إيه؟ بوزيتيف ويف هرسم موجة بوزيتيف والعكس صحيح والعكس صحيح طيب الـ NB رقم 3 اللي هي الإلكتريك فين الإلكتريك أكتيفيتي بتاعت الـ SA نود والـ كل دائرة تبدي ايه؟ طيب فين الانتر ريبولاريزيشن؟ في نفس الاسم لغاية الكيو اس ار لا يسجل ليه لا يسجل؟ الكيو اس ار لغاية خط الهواء بتاعتها صغيرة طيب في ان بي بالرقم سكيلتر مصر وريتم عليها اكس مالكش دعوة طب اخر واحدة الاي سي جي هو الاي سي جي بيسجل ايه يا ولاد؟ الجدول ده بتاع بي 6
بي 6 داون تيبيكال اي سي جي بي 6. يلا مين الشاطر يقول لي بي ويف ماس هيتر دي؟ كمل لي بوند احفظ من عندك. كمل لي بوند من 8 من 2 من 10 ملي بوند، يبقى ارتفاعها 2 من 10 ملي بوند. الزمن تاخد الوقت زمن قد ايه؟ من 8 من 100 ل 1 من 10 ثانيه. البي ويف بوستيف ولا نيجاتيف فين يا اولاد؟ بوستيف. طب مين يقول لي كيو ار اس يطلعها؟ الكيو تمثل مين؟ دي بولاريزيشن. سبتم. طب الار؟ بول. طب الاس؟ دي ميننج برضه. احفظ الديوريشن والامبليتيود، يعني ايه امبليتيود؟ كهرباء عندي. طبعا انت فاهم يعني ايه امبليتيود؟ امبليتيود يعني كده. كهرباء. ديوريشن يعني كده. لو شفت بالكم لما تبتدي يعني ايه؟ اعلى قمه اوصل لها. حلو. طب الديوريشن؟ من بداية الموجة لنهاية الموجة. طيب امال التي ويف تمثل ايه؟ تمثل الريبولاريزيشن بتاع البنت. تعرف تطلع لي مين البوستيف والنيجاتيف في الرسمة؟ البي ويف بوستيف والنيجاتيف؟ بوستيف. طب التي ويف؟ نيجاتيف. طب الار؟ بوستيف. طب الاس؟ نيجاتيف. طب التي؟ بوستيف. كل ده في كام؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة؟ ستة. هنسيب بس الجيم. حلو؟ أنت عارف بقى يا فندم في من الصفحات الورا هي الصفحة انا مش عارف راسها برضه 43 نفس الكلام ده في الشوط الثاني. ها يبقى فاضل لك انت المره اللي جايه صفحه ونص في البي سي ان شاء الله. الحصه اللي جايه في اولها عيدوا تاني كله على بعضه هنا بينا نكمل الصفحه ونص وناخد مين؟ والله ما فاتتش الكلام ده النهارده بكره مراجعه الكلاس الساعه 8 الصبح هبتدي من اول البسمه بونتين. مش انتوا يا جماعه لازم كده عايزين واحنا ب 9 مش هنخلص 9 مش هنخلص النبي المره اللي فاتت خلصت عايز اكمل كده. نعم البلازما بروتين ما فيهاش رسم ما فيهاش رسم.